ياسر الحريري، بنرحب بيك معايا في اخبار اليوم. كل سنه وانت طيب. ايوه كل سنه طيب. كل سنه طيبين كلكم. كلمنا عن مشاركتك النهارده في حفل الافضل. يعني هو المشاركه النهارده الحمد لله احسن منظم حفلات 2022، يعني 2023 ان شاء الله هنعمل يعني حفلات اقوى وهنعمل حاجات انترناشنال كتيره، وبنحاول نطور في شكل التجهيزات والستيج الحفلات، نحاول نطور في شكل الايفنت. يعني مين اول السنه؟ لا هو دلوقتي الشهرين اللي جايين دولت كلهم ايفنتات جامعات ونوادي، لغايه ما نخش على الصيف بقى نخش تاني مهرجان العالمين وحفلات الساحل وكده. يعني الحمد لله، يعني الحمد لله 23 الحمد لله تامر وحمائي وعمر كلهم بيحبوا ان احنا ننظم لهم حفلاتهم، واللبنانيين واكتر حد هو تامر حسني، يعني اكتر حد بيدينا دعم جامد الحمد لله.